قجر البرتقال يلا يا ديالة تعال اليوم قجر البرتقال يلا يا ديالة تعال سفانا احنا شنو هدية على 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 سفانا اليوم انا من مرتاح عدي ولي اليوم انا من مرتاح شنو ديالة سفانا احنا شنو ديالة سفانا احنا هنا رد ممتاز مينا رد ممتاز الف مبروك المينا رد ممتاز مينا نشكر كذا التدريب ونشكر اللاعبين وهذا الجمهور اللي معاه في الفريق ولا ثانية وحدة بالموصل بالثلوج وين ما تكون لعب الروح والميناء ما يسحق يعني درجة ثانية ومبروك لهاي الجماهير والله البركة بالجماهير هاي ما عافت الفريق ما ننزل درجة أولى غير أكو بقية فرق جماهير تعوفها إذا تنزل درجة أولى بعد الميناء متعة من زمان متعة وإن شاء الله راجعين بقوة للدوري بحيل الله مبروك للكل مبروك لجماهير الميناء مبروك للبصرة وإن شاء الله بالممتازة والنافس على لقب الدوري مال الممتازة اللي راجعين بقوة إن شاء الله طية الجوية وديالة وين جوية وديالة وين راحوا؟ خطية خطية وعلى خطية ايش قد تشمتها وايش قد حكوا؟ رجعنا لكم مبارك أول شخص علي سالم لأن دعم الميناء والله يبارك به ومشكور جزاه ألف خير رحم الله والديه ومشكور ما خيبنا ظني الحمد لله والشكر ونعمة من الله الحمد لله والشكر الميناء إن شاء الله يرجع بقوة هالسنة عليه عذبتي حاله يا البرتقاله عذبتي حاله اطلقوها جماهير الميناء اللي هي تقول من يخرج من الملعب سليم الصوت فهو خان اليوم المقوله هاي طبقت وعن راح صوتنا يستاهل الميناء طبقنا كذا المقوله وحت الاصوات والجويه راجعي لكم الجويه راجعي لكم انتم اكثر الناس فرحانين بطيحتنا او هبوطنا للدرجه الثانيه ليش لان اكثر فريق مأذيهم احنا الف مبروك لك الميناء غيور وهذا مكان الميناء الحقيقي الميناء تاريخ الميناء مدرسة هذا مكان الميناء الحقيقي دوري الممتاز واللي واعي بالخبرة ما عرفوا الميناء هو طباقين وياه ولحد الآن إن شاء الله صعدوا يقول أنا أريد أنافس هو الميزانية مال النادي 35 مليون أريد أنافس بالدوري الممتاز والميزانية مال النادي 35 مليون أول شيء نشكركم على وقفتكم يعني الإعلاميين جميعا ونشكر جمهور الشرطة